يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يسمى بصلاة التسابيح؟ هذه أنكرها العلماء المحققون، يقولون ما صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بدعة، الذي لم يصح عن الرسول من العبادات يعتبر بدعة، ومنها صلاة التسبيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وهي أيضا مخالفة للصلاة في صورتها وفي ما يقال فيها، وفي مخالفة للصلاة، فهي من ناحية السند ومن ناحية المتن منكرة. نعم.